أنا شخصياً بأحيي السيد النائب خالد يوسف. السيد النائب خالد يوسف كان موقفه واضحاً ومحدداً منذ اللحظة الأولى قبل ثورة 30 يونيو، وكان له موقف شجاع وداعم ومؤيد لهذه الثورة، ومن الذين أيضا تعرض هو وأسرته لكثير من المضايقات قبل ثورة 30 يونيو، أي من الذين غامروا ومعهم شباب كثير جدا. أرجو عدم الحديث، أرجو عدم الحديث. غامر ومعه شباب كثير جدا من أجل إنجاح ثورة 30 يونيو، وأنا وأيضا زاملت في لجنة 50 وكان مدافعا عن كثير من المواد ومدافعا عن حريات التي وردت في هذا الدستور. له مني التحية، وللسيد الزميل محمد أبو حامد وهو أيضا من الذين كانت له وقفة قوية في ثورة 25 و 30 يونيو. أحيي الزميلين على المبادرة الطيبة بأن يتصافحا، وأن يعتذر صراحة السيد محمد أبو حامد عما بدر منه للسيد الزميل خالد يوسف.